السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، في حلقة أخرى لمدونة عالم أندرويد 2015. أتمنى أن تسامحوني لعدم فعل فيديوهات جديدة نظرا للدخول المدرسي وهذه الأشياء. في هذه الحلقة حضرت لكم تطبيق يمكنكم من تسريع الإنترنت لسرعة رهيبة جدا، هو إنترنت بوستا، هو هنا غير موجود على بلاي ستور. سأجعلكم رابط تحميلي أسفل الفيديو في الديسكريبشن. ننتظر قليلا. هذا التطبيق رائع جدا. نضغط على النوميرتين لتخطي الإعلان. ننتظر قليلا فقط. كما تلاحظون هذه هي واجهة التطبيق. كل ما عليكم فعله هو الضغط على هذا الزر هنا، الضغط والخروج عن طريق زر الهوم. هو تطبيق يحتاج إلى الروت، الخروج عن طريق زر الهوم. يمكنكم الآن تصفح التطبيقات بسرعة رهيبة جدا، بسرعة خيالية. أنتم ستلاحظون الفرق. مثلا توجه إلى بلاي ستور مثلا على سبيل المثال، ستلاحظون الفرق، فهو سرعة رهيبة. أنتم ستلاحظون الفرق، لكن عليكم الخروج عن طريق زر الهوم، هذا شيء ضروري. مثلا نذهب إلى أبل، كما تلاحظون فهي ستصبح سرعة كبيرة جدا، كما تلاحظون ستصبح سرعة رهيبة. كما تلاحظون فهو تطبيق رائع جدا، أنصحكم باستعماله لمن يواجهون ضعف الشبكة أو شيء من هذا القبيل. كل ما عليكم فعله هو استعمال هذا التطبيق، أن السرعة ستزداد بشكل رهيب جدا. هذا كل ما كان لدينا اليوم في هذه الحلقة. أتمنى أنكم قد استفاد المرجو سبسكرايب للقناة ليصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم زهير من مدونة عالم أندرويد 2015. إلى اللقاء، إلى حلقة قادمة إن شاء الله.